السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم الدرس. راح أيضا نستخدم البلوك سوبر. فوائد البلوك سوبر، خلونا نجرب إذا بالبيز لو رجعنا مثلا أخذنا البايثون وضعناها في البلوك، نعمل ريفرش أوبس، لاحظ ويلكم يظهر لكن بايثون ويب اختفى. خلونا نجرب البلوك دوت سوبر لو وضعناها بعد الويلكم بلوك دوت سوبر. خلونا نجرب مرة أخرى، هذا ويلكم ريفرش، ممتاز، ويلكم بايثون ويب. إذا جعلنا التكست اللي عندنا البايثون ويب هو جزء من البلوك اللي موجود في الهيد تايتل بايثون ويب، لاحظ. فلما عملنا ريفرش لاحظ الويلكم بايثون ويب ظهر مرة أخرى، وهذا عملناه عن طريق البلوك، عفوا البلوك دوت يوزر. اوكي، ننتقل لموضوع اخر، بلوك دوت يوزر. شنو الاشياء اللي ممكن نعملها بعد؟ مثلا في البيز، في البيز انا ممكن انه البوتستراب هذا ايضا اقللها، يعني لحد الهيت، هذا كله السي اس اس اللي كان يعطي لي الجماليه. خلونا ناخذ كات، نعمله كات ونعمل في داخل التمبلت، نعمل في داخل التمبلت ملف فايل اتش تي ام ال مثلا، هذا حيكون هيد سي اس اس حتى نقدر نعرف محتوياتها. من الاسم نعمل بيست، جميل جدا. بعد ما عملنا بيست نرجع للبيز HTML. لو عملنا رفرش لاحظ اختفت السي اس اس. اذا اكيد عندكم فكرة عن هذا، كيف احنا نعملها امبورت مرة اخرى. مجرد انه نستخدم التمبلت، في داخل التمبلت نستخدم الانكلود، صح، لانه هو HTML. نعمل انكلود لمن؟ للهيد css dot html. خلينا نرجع مرة اخرى، ريفرش، ايرور، ممتاز. لاحظ هنا الايرور invalid block tag static. invalid block static. هنا عندنا مشكلة انه هو ما تعرف على الاستاتيك. لاحظ الالارم التحذير انه هذا التاج الاستاتيك اللي انت اعطيتني اياها في الملف الهيد css.html انا ما اعرف هذا منو، هذا الاستاتيك، هذا التاج css انا ما اعرفه. فاذا احنا كيف نعرفها هذا؟ لاحظنا انه في البيز لو رجعنا للاعلى لاحظ load static files، فنحتاج انه هذا load static files نضعه في الهيد. لو عملنا enter v ومرة اخرى نعمل refresh تحت اوكي، رجع مرت اللاغ يعمل بدون اي مشاكل. اذا استطعنا حتى css نضعها في فايل خاص منفصل اللي هو الهيد underscore css. لما عملنا الرن بدون إضافة load static files أعطانا error، والإيرور كان واضح أنه يستفسر عن الاستاتيك، من هو الاستاتيك. لاحظ احنا في الدروس السابقة ما انتبهنا أنه احنا قمنا بإضافة load static file. فإذا لما نفصل الهيد، لما نفصل البوتستراب نلاحظ أنه الاستاتيك هو جزء من البوتستراب كور. فإذا حتى نعرف الاستاتيك لازم نحمل أول مرة الاستاتيك فايل، فحتى نحمل الاستاتيك فايل بعد ذلك يتفعل كل الكود اللي موجود في داخلها. فخلينا نشوف الوقت، 4 دقائق. اذا احنا استطعنا انه ناخذ الهيد underscore css. خلونا نوقف التسجيل وننتقل ونلتقي وياكم بالدرس القادم ان شاء الله. مع السلامة.